السلام عليكم شباب بنات مصر الوطن العربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حالتنا حارت عليكم مجموعه تمارين كامله متكامله وكباره جدا، هتساعد وتساهم بشكل كبير جدا على تكبير وتسمين منطقه الصدر. من قبل ما نبدأ مع بعض التمرين الأول أو كمان من قبل ما نعمل كمان مع بعض بقية التمرين، عايز أقول لكم أن كل التمرين اللي احنا هنعملهم مع بعض إن شاء الله في فيديو النهاردة هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على تكبير وتسمين منطقة الصدر عند كل البنات وكل السيدات. ولكن من قبل ما نبدأ التمرين مع بعض، عايز أقول لكم أن في واحدة بتعتبر من أكتر المتابعين أو من أهم المشتركين أو المتابعين كمان، قدرت أنها توصل للهدف اللي هي عايزاه عن طريق التمارين وبالإضافة الاهتمام بالنظام الغذائي. ودلوقتي طبعا انا احط لكم صورتها جنبي عشان برضو ايه تبقوا مصدقين ان كل حاجة واقعية قدامكم. والبنت دي او الصديقة دي او تعتبر واحدة من اهم المشتركين في حياتي بشكل عام، قدرت انها توصل للي هي فيه طبعا بفضل ربنا، ثم بفضل يعني المجهود اللي هي عملته، بفضل النظام الغذائي، بفضل التعليمات والتمارين اللي انا قلت لها انها تعملهم بالحرف الواحد. وطبعا زي ما انتم شايفين دايما انا بقول لكم اهم حاجه الصبر والاستمراريه، وان بالكم يبقى طويل في كل حاجه. دلوقتي بقى التمرين الاول اللي احنا هنعمله مع بعض بيتخ كميه كبيره جدا من الدم في منطقه الصدر، والتمرين ده محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 20 عد. يلا بينا. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول، دلوقتي هنعمله مع بعض وحارت عليكم التمرين الثاني. التمرين الثاني مختلف عن التمرين الاول في الحركه نفسها، ولكن الاستهداف واحد والهدف واحد، وبرده التمرين ده محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 15 عد. يلا بينا.
ودلوقتي حارت عليكم وهنعمل مع بعض التمرين الثالث. التمرين الثالث مختلف تماما عن اول تمرينتين احنا عملناهم مع بعض، ولكن الاستهداف واحد والهدف واحد، والتمرين ده برضه محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. واخيرا حارت عليكم التمرين الرابع والاخير. التمرين الرابع برضه محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. We'll be right back.
كده احنا خلصنا حلقه ان شاء الله. احنا بتاعتين دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ارفع لي كومنت تحت وان شاء الله هكتب عليكم بقرب وقت، او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستغرام ان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا كرات توصلكم كل فيديوهات جديده كمان برضه في نفس الوقت. ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تفوتوا من سمع